كابل التفريغ وعاملين مشكل هنا عشان المنطقه كلها عشان احنا نستفيد منه برضه. نستفيد منه بقى في الزراعات، يعني لما يبقى في زرع ميت او اي حاجه او عايزين نزود منطقه فيها زرع عاملين مشكل للزرع. تهمتك ايه؟ سرقه لا زرع. العقوبه بتاعتك قد ايه؟ بقى 5 سنين ده 3 سنين جنيه. سرقه ايه؟ سرقه نسينا 40 ده.